السلام عليكم. اليوم المحاضرة الخامسة إن شاء الله من مقررة مادة الأمراض المهنية، وحنبدوها بعض المواد الكيميائية والغازات وعلاقتها بالأمراض المهنية. نشوف إنها شن علاقة المواد الكيميائية والغازات، شن علاقتها بالأمراض، شن علاقتها بالعمال يعني. فأنا يصاب العمال بأمراض مهنية بسبب عوامل كيميائية نتيجة استنشاقها عن طريق الأنف، أو ابتلاعها عن طريق الفم، أو امتصاصها عن طريق الجلد. في أغلب الأحيان تنشأ الأمراض المهنية نتيجة مجموعة من العوامل الكيميائية، يعني العوامل الكيميائية اللي موجودة في بيئة العمل قد يصاب بها العامل. إذا كانت موجودة في الهواء أو منتشرة في الهواء، حتدخل جسم العامل عن طريق استنشاقها عن طريق الأنف، أو قد يتلوث الطعام أو الشراب لتناوله العامل، بالتالي يدخل عن طريق الفم أو عن طريق ملامسته أو امتصاصه عن طريق الجلد. نشوف بعض هذه العوامل الكيميائية. أولا الأتربة الدقيقة. شن هي الأتربة الدقيقة؟ هي أتربة تكون متطايرة في الهواء، وتوجد في كثير من الصناعات أو المصانع بمختلف أنواعها، مثل صناعة طحن الصخور، وهي نوعين عندنا، منها العضوية ومنها المعدنية. فبالنسبة يعني التربة في منها معدنية وعضوية. بالنسبة للأتربة العضوية مثلا زي اللي توجد في الورق، في الريش، في الصوف. أما المعدنية فنجدها مثلا في أتربة الرصاص، الأسمنت، الحديد إلى آخره. هذا بالنسبة للنوع الأول. النوع الثاني اللي هي الغازات. تختلف الغازات في تأثيراتها على الإنسان تبعا بخواص هذه الغازات. ممكن نحصر بعض هذه الغازات مثلا زي الغازات المهيجة، وهي التي تحدث التهاب الأجزاء والأسطح التي تتعرض لها. ومن بين الأعراض التي تسببها الغازات المهيجة التهابات وحالات اختناق، موت وعدم تجديد الخلايا. من أمثلة هذه الغازات غاز ثاني أكسيد الكربون. عندنا غازات سامة، وهي الغازات اللي بعد امتصاصها أو تفاعلها مع أنسجة الجسم تظهر أعراضها أو تأثيراتها على الجسم. مثل شنو؟ مثل غاز أول أكسيد الكربون. وطبعا غاز أول أكسيد الكربون غاز خطر جدا، وسبب خطورته أو ترجى خطورته ذلك بأنه عنده قابلية أو قابليته للاتحاد مع هيموجلوبين الدم. فهيك عشان هيك هو لا يوجد حر، نجده دائما متحد مع هيموجلوبين الدم، وينتقل مع الدم إلى الرئة، ويؤدي إلى ضعف في قدرة الدم على نقل الأكسجين. بالتالي نجد إن المصاب يشعر بصداع مؤلم. بعض الأعراض تظهر على المصاب يعني صداع مؤلم، شعور بالإجهاد ومع التعب والدوخة. كذلك يكون هناك انعدام في التركيز عنده، خاصة في الأعمال الذهنية. النوع الثالث اللي هي الغازات الخانقة. هذه الغازات بمجرد انتشارها أو وجودها في الهواء تقلل نسبة الأكسجين. مجرد وجودها أو انتشارها تقلل نسبة الأكسجين، فيحدث اختناق. يحدث الاختناق، وعندما معروف عندما تنقص نسبة الأكسجين عن 7% لا يستطيع الإنسان العيش، نسبة الأكسجين ضعيفة جدا. بين المخاطر الكيميائية هذه كيف تدخل جسم الإنسان، أو شن هي المخاطر الكيميائية اللي تعرض لها العمال يعني أثناء عملهم ومزالتهم من أعمالهم في مكان العمل يعني. هذه مواد كيميائية قد تكون على هيئة أبخرة أو غازات أو أتربة. فهذه الحالة تدخل مثلا عن طريق الاستنشاق أو رذاذ حتى يعني، أو عن طريق ملامسة الجلد. ودرجة خطورتها تعتمد على تركيز المادة ومدة التعرض لها، خاصة لما تكون يعني مدة التعرض للمادة أو الغاز طويلة هنا تكمن الخطورة. وكذلك كل ما يكون التركيز المادة عالي تكمن خطورتها. فتدخل هذه المواد الكيميائية لجسم الإنسان عن طريق الاستنشاق زي ما قلنا، عن طريق البلع، أو حتى عن طريق الحقن الخاطئ عن طريق الجلد والعينين. شوفوا بعض المواد الكيميائية أو الملوثات الكيميائية الموجودة في الهواء. أولا المواد الصلبة. المواد الصلبة هذه تتمثل فيش؟ أول شيء هي الأتربة. الأتربة هي مواد، أو التربة هي مواد صلبة طبعا ناتجة من عمليات تفتيت وطحن المواد العضوية والغير عضوية. فبالتالي نجد يتراوح حجم الأتربة من 1 مايكرون إلى حوالي 25 مايكرون.
وتعتبر التربة أو الأتربة اللي قطرها أقل من 10 مايكرون هي الأكثر خطورة. أحيانا تسمى التربة الناعمة، عندنا تربة ناعمة وعندنا تربة خشنة. فالتربة الناعمة هي تكون الأكثر ضرر، لأنها من الممكن أن تتسرب إلى الحويصلات الهوائية وتدخل الرئتين وتسبب مشاكل يعني صحية. النوع الثاني اللي هو الأدخنة. طبعا تتكون الأدخنة أو الدخان نتيجة تعرض بعض المواد الناتجة من تبخر المواد الصلبة للتكثيف، يعني المواد الصلبة تتبخر عشان تكثيف، وهي دقيقة جدا، يبلغ القطر متاعها حوالي 1 مايكرون. وهذه الأدخنة عادة نجدها مثلا من عمليات انصهار المعادن، من عمليات اللحام، صناعات من هذا النوع يعني. النوع الثالث اللي هي الرذاذ، هو عبارة عن قطرات من السوائل العالقة، السوائل العالقة بالجو يعني، وتنتج من تكثيف ناتجة من تكثيف الأبخرة، هي يعني عبارة عن يعني سوائل تم تبخيرها وتتكاثف هذه الأبخرة وتكون لنا الرذاذ الناتجة عن السوائل. من أمثلتها مثل رذاذ الأحماض اللي في عمليات الطلاء الكهربي وعمليات رش دهان. النوع الرابع اللي هي الألياف، هي عبارة عن مواد صلبة طويلة، يبلغ عدد يعني طول قطرها يعني عدة مرات أكثر من قطرها، يعني يبلغ طولها عدة مرات أكثر من قطرها، مثل الأسبيتوس والفايبر جلاس. النوع الثاني اللي هي الغازات والأبخرة. ندخل تو في موضوع آخر اللي هو موضوع التسمم المهني. طبعا هناك العديد من الأمراض المهنية وغير المهنية اللي تنتشر عند التعرض للمواد السامة، أي ما يسمى بالتسمم. وطبعا ظاهرة التسمم يعني لما تكون في مكان عمل أو في بيئة عمل، أنا سميت التسمم هنا سميت التسمم المهني يعني. وهذه الظاهرة تكون تكثر أو تزداد في الدول الصناعية، الدول المتقدمة اللي فيها تكنولوجيا. فنفس الوقت ما فيش وعي صناعي لدى هذه الدول يعني، برغم من التقدم وهالتطور، لكن ما فيش وعي صناعي نسميه نحن الوعي الصناعي والمهني عند العاملين والمسؤولين لهذه المسيرة. ما فيش تطوير للوسائل الوقائية والعلاجية والطبية والمهنية. فنجد أن في العديد من الصناعات تستخدم مواد ذات تأثيرات سامة على جسم الإنسان وعلى صحة الإنسان. هذه المواد قد تكون صلبة زي ما شفنا، قد تكون سائلة، قد تكون غازية. المواد الصلبة مثلا زي المعادن وفي الغازات وفي أشباه المعادن، في السائلة غالبا تكون في محاليل ومركبات عضوية. كل هذه المواد يعني نجدها لها أخطار ولها تأثيرات سامة على جسم الإنسان. فالتسمم، شنو هو التسمم؟ هو الزيادة المفرطة في كمية المعادن والمركبات السائلة والغازات في جسم الإنسان مع وجود أعراض مرضية خفيفة أو شديدة. يبقى التسمم هو شنو؟ زيادة مفرطة يعني كمية كبيرة دخلت الجسم، سواء كان معادن أو مركبات سائلة أو غازات، دخلت بإحدى الطرق اللي حكينا عليها، ممكن عن طريق الاستنشاق، عن طريق البلع، عن طريق الجلد، أي كانت طريق دخولها للجسم. فالكمية كانت كبيرة، فبالتالي قد تحدث أعراض تسمم، ربما تكون خفيفة أو قد تكون شديدة. نجوها لما يعرف بعلم السموميات المهني. هذا العلم يهتم بتقييم المخاطر السمية في أماكن العمل، ويهدف إلى ضمان ممارسات مهنية ووظيفية لا تنطوي على أي مخاطر صحية غير ضرورية. يبقى هو علم يهتم بتقييم المخاطر السمية في أماكن العمل تحديدها، ويهدف إلى ضمان ممارسات مهنية وظيفية ما فيهاش مخاطر صحية يعني. تحقيق ذلك لابد من تحديد مستويات التعرض المباحة للمواد الكيميائية المستخدمة صناعيا، ذلك باستخدام بعض النتائج ونتائج الدراسات اللي أجريت، سواء كان دراسات حيوانية أو دراسات وبائية بناء عليها. طرق الإصابة بالتسمم قد تحدث عن طريق التنفس كالتعرض للأبخرة والغبار والغازات السامة، حكينا النقطة هذه. قد تكون عن طريق الفم مثل تناول وشرب السوائل والطعام الملوث بالمواد السامة نتيجة لإعدادة أو حفظة، أو عن طريق تلوث الأيدي حتى وعدم تنظيف الأيدي وغسلها قبل الأكل. كذلك قد يدخل زي ما قلنا عن طريق الجلد مثل ترسب الأتربة والمواد السامة عن طريق الجلد كالزيوت مثلا وغازات أخرى وسوائل مختلفة، أو اتساخ وتلوث الجروح. قد تكون هناك جروح على الجلد
تلوث بهذه المواد الملوثة أو المواد السامة. تناخذ بعض الأمثلة على المسممات الصناعية أو المسممات الكيميائية. مثلا ناخذ العنصر الأول، هي كثيرا من المسممات الصناعية، لكن نحن ناخذ عينة 4 5 حسب يعني. فناخذ المعدن الأول أو العنصر الأول هو الكادميوم. فالكادميوم يستخدم في كثير من الصناعات، مثل صناعة البطاريات، مثل الطلاء الكهربائي، هناك ما يسمى بالمدخرات القنوية، الأصبغة، المفاعلات الذرية، وغيرها من الصناعات المختلفة اللي يدخل فيها الكادميوم. فالكادميوم هو مسمم، مادة سامة مسممة تراكمي، يعني هذا يعتبر حتى من المعادن الثقيلة اللي لها قابلية للتراكم، ميزة التراكم تبقى، يعني يتعرض للجسم بجرعات صغيرة لكن تبقى تتراكم الجرعة. فهو مسمم تراكمي قد يبلغ حوالي، قد يبقى يعني 30 سنة في الإنسان، قد يصل يعني. فأكثر من 70% من الكادميوم في الدم يكون مرتبط بخلايا أو كريات الدم الحمراء. وغالبا التراكم بتاع الكادميوم يكون الكلى أو الكلية والكبد، ويرتبط بالميثالونين. في الإنسان عادة تكون الكلية هي الأكثر، هي العضو الأكثر عرضة للخطر يعني بعنصر الكادميوم، خاصة بعد ما يتعرض لفترة طويلة من التعرض للكادميوم. نجد الكلية هي العضو الأكثر ضررا، هو اللي يتأثر أكثر يعني، حيث تكون هي أول، حيث تكون أول الأعراض يمكن ملاحظتها هي تدل على تسمم الكلية، زيادة الطرح لبعض البروتينات. نجد أن الكلية تطرح كمية زايدة من البروتينات. شنو هي الآثار السلبية الكادميوم على صحة الإنسان؟ شنو المعنى، بمعنى شنو هي الأعراض يعني اللي سببها الكادميوم؟ قد تظهر في صورة إسهال، آلام بالمعدة، كسور العظام، القي الحاد، أيضا اضطرابات في الجهاز التناسلي، ضمور في الجهاز العصبي المركزي، ضمور في وظائف الجهاز المناعي بالجسم، ومشاكل نفسية واضطرابات نفسية. هذه بعض الأعراض أو الآثار السلبية للكادميوم على الصحة. نجد عنصر آخر هو الكروم. التسمم بالكروم ينتج من مركبات الكروم، نسميها مركبات كروم سداسية التكافؤ، التي من الممكن أن تمتص بواسطة الرئتين أو الجهاز الهضمي أو عن طريق الجلد، لكن تكون بنسبة أقل. تعرض للكروم يسبب التهاب في الجلد وتقرحات في اليدين، ويسبب حتى مشاكل في الأنف يعني بما يسمى بثقب الحاجز الأنفي. وحمض الكروم هذا غالبا ما يسبب مشاكل والتهابات في الحنجرة، في الكبد، التهاب في الشعب الهوائية. أيضا الكروم هذا يعني مادة مسرطنة، يعتبر من مواد المسرطنة، خاصة تسبب في سرطان القصبات الهوائية وسرطان الرئة. عشان هيك نجد إن العمال أو العاملين في مصانع الكروم يكونوا هم أكثر عرضة من باقي البشر يعني بالإصابة بالسرطان نتيجة تعرضهم للكروم يعني. كذلك يسبب في ضعف كفاءة الجهاز المناعي، ضعف الجهاز المناعي، ضعف مناعة الجسم. بينما تعتبر مركبات الكروم ثلاثية التكافؤ عسيرة الامتصاص، فهي لا تمتص بسهولة يعني. فبالتالي الكروم لا يعتبر هنا من المواد الكيميائية اللي لا تتراكم داخل الجسم، فمجرد امتصاصها يتم طرحها سريعا مع البول. هذا فكرة بسيطة عن الكروم. نجد هو العنصر الآخر اللي هو الرصاص. التسمم بالرصاص هو نوع من أنواع التسمم ناجم عن تراكم الرصاص. أيضا الرصاص من العناصر التراكمية، لها قابلية التراكم، مادة تراكمية أو معدن تراكمي في الجسم. ويعتبر الدماغ هو أكثر الأعضاء حساسية للرصاص، يعني الدماغ أو المخ أكثر الأعراض حساسية. الأعمال المسببة لهذا المرض طبعا هو كل عمل يستدعي استعمال الرصاص أو مركباته أو حتى برادة الرصاص، مثل استعمال الألوان والدهانات المحتوية على الرصاص، أو أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة رصاص أو أي مركبات أو مواد تحتوي على الرصاص. فالرصاص طبعا هو مادة سامة أو مسمم، نجده يكون وين يكون موجود في البيئة يعني بيئة العمل. فبالتالي تركيزنا داخل الجسم الإنسان يعتمد
على مدى التعرض له، على مدى التعرض للرصاص اللي موجود في البيئة، مثل ما نقولوا بيئة العمل. يعني كل ما الإنسان تعرض للرصاص بتركيزات أعلى ومدة طويلة، بناء عليه ازداد تركيزه داخل الجسم. فمثلا حوالي 50% من الرصاص المترسب في الرئة يتم امتصاصه، بينما أقل من 10% من الرصاص المبتلع يتم امتصاص يمتص ويصل إلى الجهاز الدوري. تسمم الرصاص طبعا مشكلة كبيرة ناتجة عن التلوث البيئي والصناعات المختلفة ومصادر كثيرة ومتعددة. فالرصاص كذلك يتداخل مع التخليق الحيوي للبروفين والرصاص الغير عضوي، يسبب مشاكل زي التعب واضطرابات النوم، كذلك مشاكل في الدم زي فقر الدم والتهابات عصبية إلى آخره من الأعراض. أما الرصاص العضوي فنحن نقول إنه له ألفة مع أنسجة الدماغ، والتسمم يكون خفيف، قد يسبب أرق، عدم الراحة، وبعض الأعراض المرتبطة بالجهاز الهضمي. لكن التعرض الشديد للرصاص، إنه هو عنصر تراكمي وتراكم جرعة جرعة بشكل متكرر، فتتراكم يعني كمية الرصاص داخل الجسم، فالتعرض الشديد يسبب الهذيان، يسبب الهلوسة، غيبوبة، وقد تؤدي في النهاية إلى الوفاة. طيب كيف طرق الوقاية، أو نحن نحمي أنفسنا من التسمم بالرصاص؟ يعني عدة الطرق. أول شيء نتجنب مصدر الرصاص، عارف أن المادة هذه فيها رصاص، أو المكون أو المركب فيه رصاص أو مركباتها أو مشتقاتها، نبتعد عنها ونتجنب مصدر الرصاص. ثاني شيء تناول طعام متوازن. كذلك هناك ما يسمى بالعلاج بالاستخلاب، هنا يتم من خلاله إزالة المعادن الثقيلة من الجسم، بما بينها الرصاص طبعا. نقول عنصر آخر أو معدن آخر اللي هو الزئبق. الزئبق طبعا معروف يستخدم بكثرة في الأجهزة العلمية والكهربائية، أكبر استخدام صناعي للزئبق في صناعة الكلور القلوي. ليش؟ عشان الإنتاج الكهربائي للكلور وهيدروكسيد الصوديوم، وعلى مستوى العالم تعتبر هذه الصناعة من أهم مصادر التلوث بالزئبق. يعني هذه تعتبر أهم مصدر للتلوث بالزئبق. فمعظم حالات التسمم قد تكون بسبب ميثان الزئبق الذي ينتج نتيجة تناول الأسماك الملوثة بالزئبق. طبعا يتم التخلص من نفايات أو مخلفات بها زئبق في مسطحات مائية، هذه المسطحات تحتوي على كائنات مائية وبحرية من بينها الأسماك، فبالتالي تتلوث هذه الأسماك بالزئبق وينتقل إلى الإنسان عن طريق السلسلة الغذائية نتيجة لتناول الإنسان هذه الأسماك الملوثة بالزئبق. فالزئبق العضوي والغير عضوي يختلفوا عن بعضهم في طريقة دخولهم إلى الجسم وفي طريقة الامتصاص. عندنا زئبق عضوي وغير عضوي، يختلفوا في طريقة الدخول للجسم وفي طريقة الامتصاص. وطبعا الاستنشاق يعتبر الطريق الرئيسي للتعرض للزئبق الفلزي في الصناعات المختلفة. يعني ف80% من الزئبق اللي يتم استنشاقه كبخار يتم امتصاصه، بينما كمية أقل أو تمتص يتم امتصاص كمية أقل من الأمعاء. فنجد الأماكن الرئيسية ترسب فيها أو تترسب فيها أملاح الزئبق الغير عضوي هي الكلية والدماغ. فمركبات الزئبق خاصة العضوي يعني تمتص بسرعة بكل طرق الامتصاص الموجودة في الجسم. يعني فالتسمم بالزئبق له عدة أعراض، يعني خاصة في مجال الصناعة له عدة أعراض مرضية تظهر على العامل. من بين هذه الأعراض ارتعاشات عضلية، فقدان في الذاكرة، التهابات في الفم، تغير يعني في المزاج، اكتئاب، عوامل نفسية يعني طعم معدني في الفم، صعوبة في التنفس، التنميل، ضعف العضلات، توتر وقلق، حتى يأثر حتى على الرؤية والسمع والكلام أيضا. يعني له تأثيرات صعبة، يأثر حتى على المشي أو الوقوف. لما ترتفع نسبة الزئبق في الدم يمكن أن تظهر أعراض أخرى أكثر خطورة، وهذه تختلف من شخص إلى آخر.
تعتمد طبعا على عدة عوامل، من بينها العمر، يعني كنا كان الإنسان أو العامل متقدم في العمر فتكون الأعراض أكثر خطورة عليه. يعني كذلك مستوى الزئبق اللي تعرض لها الشخص، كل ما كان المستوى الزئبق وكمية الزئبق اللي تعرض لها والمدة اللي تعرض لها أطول أيضا تكون أكثر خطورة. طبعا تكون الوقاية من هذه الأمراض اللي تسبب فيها الزئبق إن نحن نبتعد أو يبتعد العمال قدر الإمكان على التعرض لمادة الزئبق. جو المعدن اللي بعده هو المنجنيز. المنجنيز هو معدن شائع في استخداماتها، والأعمال المسببة له أو لهذا المرض هو كل عمل يستدعي استعمال المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، أو التعرض لأبخرة وغبار المنجنيز، أو تحضير المنجنيز ومركباته وطحنها وتعبئتها. ذين كلهن يعني مسببات المرض. كذلك عندما يتعرض الإنسان لتركيزات عالية من المنجنيز سبب له التسمم أو تعرض للتسمم، والمنجنيز يعني أكثر شيء يتأثر به أو يؤثر على الجهاز التنفسي والمخ. ليش أعراض المنجنيز هذه لما يصاب بها الإنسان أو العامل تحدث التسمم؟ أعراض هي الهلوسة، نسيان، صداع، ضمور في الأعصاب، قد يحدث شلل ورعاش، مشاكل في الرئة، مشاكل أو التهابات في الشعب الهوائية، وهن يعني وهن العضلات، وهن عام. هذا بالنسبة للمنجنيز. المعدن الآخر اللي هو القصدير. القصدير طبعا يستخدم في العديد أو في الكثير من الأغراض الصناعية، يعني من الصناعات مثلا زي صناعة الدهانات، الطلاء، صناعة البلاستيك، أدوات التجميل، صناعات دوائية، في الزراعة من خلال مثلا المبيدات الحشرية وغيرها من الصناعات المختلفة. ويعتبر القصدير العضوي أخطر أشكال القصدير العضوي يعتبر أخطر أشكال القصدير، له تأثيرات الخطيرة على صحة الإنسان. وتتعدد مركبات القصدير التي يختلف تأثيرها طبعا من إنسان إلى آخر، يعني التأثير متاعها لعدة عوامل زي ما قلنا، العمر ومدة التعرض وكمية وهكذا. فمن أخطر هذه المركبات العضوية اللي هي الترائيثيلين، تصها جسم الإنسان من خلال الطعام أو الهواء أو الجلد، وتسبب أعراض حادة على المدى الطويل. من بين هذه الأعراض شنو هي؟ بيسببها القصدير، تهيج في العينين والجلد، أيضا صداع وألام في الرأس، ألام بالمعدة، إحساس بالدوار، الإنسان كأنه فقد التوازن يعني، أيضا إفراز عرق بغزارة، عدم القدرة على التنفس، صعوبة في التنفس، واضطرابات التبول. في أعراض على المستوى أو على المدى البعيد هي مثلا صداع ونسيان، اضطرابات في النوم، اكتئاب، إنسان دائما مكتئب ودائما، ضمور في خلايا الكبد، الجهاز المناعي يحدث ضعف واحتلال وظيفة الجهاز المناعي، تضعف كفاءة الجهاز المناعي، ضمور في خلايا المخ، تلف في الكروموزومات يأثر حتى من الناحية الوراثية يعني. جو للنوع الآخر والأخير من بعض طبعا المسممات الكيميائية كثيرة، مش هذه هي كل المسممات، لكن احنا خذينا عينة هي كثيرة جدا، لكن احنا خذينا عينة منها أو مجموعة منها. نجو طوال البنزين. البنزين يستخدم البنزين في الكثير من الصناعات، خاصة في صناعة المطاط، ويستخدم كمذيب لشجر المطاط. فالبنزين هذا عنده ميزة يتميز بها أو خاصية، اللي هي خاصية التطاير، هي من أهم أسباب كثرة استخدامه في الصناعة، وتسبب أيضا في وجود مستويات عالية في الجو. فالبنزين يستخدم في الكثير من الصناعات زي العبوات، صناعة العبوات والأحذية، وسجلت الكثير من حالات التسمم بالبنزين في السنين الماضية، يعني في القرن الماضي. كذلك هناك العديد من الإحصائيات التي تدل، أو هناك تقارير أو إحصائيات أصدرت مثلا من سنة 1920 على سبيل المثال عن خطر التسمم بالبنزين، لكن الخصائص المذيبة في البنزين هذه ساعدت على بقاء مستخدم حتى يومنا هذا، حتى الآن برغم أنها مادة مسممة لكن مازال يستخدم، قلنا لأن خصائصها المذيبة. في الثلاثينات مثلا من القرن الماضي ظهرت بعض التقارير عن حالات التسمم بالبنزين في مجالات الطباعة،
فكان يستخدم البنزين كمذيب للحبر. فهذه الأيام مثلا يستخدم البنزين أو تجاوز استخدام البنزين حوالي 11 مليار قالوا كل عام يعني. فالبنزين يؤثر على الأنسجة المكونة للدم في نخاع العظم اللي هو نسموه البون مارو. البون مارو هذا معروف ان التكون فيه جميع الخلايا الدمويه من كريات دم بيضاء وحمراء والصفائح الدمويه، مكان تكوينها او انتاجها في نخاع العظم. فالبنزين هذا بيأثر على الانسجه المكونه للدم في نخاع العظم. ايضا يعتبر كابت للمناعه، يأثر على الجهاز المناعي. ايضا يسبب انخفاض تدريجي في خلايا الدم البيضاء والحمراء والصفائح الدمويه، لانه هو اثر انسجه المكونه للدم في البون مارو، ومن البون مارو او نخاع العظم هو مكان انتاج خلايا الدم. فبالتالي التعرض المستمر للبنزين حيسبب ضرر شديد في نخاع العظم، يسبب فقر دم، ايضا مرتبط بحدوث بعض امراض الدم مثلا زي ابيضاض الدم، ما يسمى بابيضاض الدم او اللوكيميا. هذا بالنسبة لبعض المسممات أو المواد الكيميائية الخطيرة. ندخل في موضوع آخر اللي هو السرطان المهني. طبعا السرطان المهني هو مرض يصيب العمال في جميع الأعمال التي تؤدي إلى التعرض للمواد المسرطنة، يعني العمال كيف يصابوا به في الأعمال اللي توجد فيها مواد مسرطنة، هم يتعرضوا لمواد مسرطنة مثلا زي ما قلنا الكادميوم والعناصر هذه كلها والرصاص، المواد التراكمية هذه كلها مواد مسرطنة. فمن بعض هذه المواد نأخذ بعض الصناعات، هي كثيرة، هي أيضا فنأخذ منها عينة أو مجموعة منها. فأسباب السرطان كثيرة ومتعددة، أنواع السرطان أيضا كثيرة، فمن بينها صناعة الخشب. فيصاب العاملين بسرطان في هذه الحالة أو في مصانع الخشب أو في صناعات الخشب بسرطان الجيوب الأنفية والفكية نتيجة لاستنشاقهم لأغبرة الخشب أو الغبار الخشب. النوع الثاني اللي هي الأعمال اللي احنا نسمو فيها تمر الصناعات اللي هي تكون السبب الرئيسي في حدوث السرطان المهني، مثلا زي الأشعة فوق البنفسجية، عند التماس مع هذه الأشعة سواء كان أغراض طبية وعلاجية والعمل تحت أشعة الشمس يصاب بها العاملين، فهذا في هذه الحالة حيصابوا بسرطان الجلد. أيضا غاز الخردل يصاب به العارضين لهذا الغاز بسرطان الشعب الهوائية وسرطان الرئة، خاصة في العمل في تحضير هذا الغاز. عندنا أيضا الكلور فينايل ويسبب ورم وعائي في الكبد وسرطان في الرئة وسرطان الدماغ أو الدماغ. والعاملين يجدهم اللي يعملوا في صناعة البلاستيك، مصانع البلاستيك وصناعة البلاستيك، هم يكونوا أكثر عرضة للإصابة بهذا وبهذه الأمراض. عندنا أيضا صناعة الجلود، يصاب العاملين في عمليات صناعة الجلود والأحذية بسرطان الجيوب الأنفية والفكية وسرطان المثانة، يعني العاملين في هذا المجال هم يكونوا عرضة للإصابة بسرطان الجيوب الأنفية بسرطان المثانة. عندنا أيضا الأشعة المؤينة، فهنا يصاب العاملون في هذا النوع من الأعمال بسرطان الجلد وما يعرف باللوكيميا أو مرض ابيضاض الدم، يعني نتيجة استعمال هذه الأشعة في عدة مجالات سواء في الزراعة أو في الطب وغيرها من المجالات اللي استخدم فيها هذا النوع من الأشعة. عندنا آخر شيء اللي هو رابع كلور الكربون، هنا يصاب العاملين بسرطان الكبد وسرطان الرئة عند تحضير هذا المركب اللي هو رابع كلور الكربون، وصناعة المبيدات، صناعة المنظفات، صناعة المبيدات الحشرية، كل هذه الصناعات يتعرض فيها العمال لهذه المادة ويصابوا بهذه الأمراض السرطانية. إن شاء الله هذا بالنسبة لمحاضرتنا أو الجزء الأول من المحاضرة.